بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية. أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة بعبادته، وعبادته سبحانه وتعالى هي توحيده والخضوع له. هذه العبادة هي التي من أجلها خلق الله تعالى الخلق، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، بين الغاية من خلق الخلق وهي عبادته، فلم يخلقهم ليتكثر بهم من قلة، ولا ليتعزز بهم من ذلة، ولا ليستغني بهم من فقر، بل خلقهم لهذا الأمر العظيم، وهيأهم لهذا الخطب الجسيم وهو عبادته سبحانه وتعالى. ومما يدل على أهمية هذه العبادة وهي توحيد الله وطاعته، أن الله عز وجل أرسل من أجلها الرسل، رسلاً مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومما يدل على أهميتها أيضاً أنها أول أمر يسأل عنه الإنسان في قبره، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال: فأما المؤمن أو الموقن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. قال: وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها من يليه سوى الثقلين. ومما يدل على أهمية هذه العبادة وهي طاعة الله تعالى وتوحيده، أنها سبب لقبول الأعمال، وضدها سبب لحبوط الأعمال. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومما يدل على أهميتها أيضا أنها وصية الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام لأبنائهم وذريتهم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك الآية. ومما يدل على أهميتها أيضا هذه العبادة أن القرآن من أوله إلى آخره كله دعوة إلى توحيد الله عز وجل وطاعته والخضوع له. هذه العبادة التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، مبناها على أمرين عظيمين، وهما المحبة والتعظيم. فالعبادة لها ركنان: الركن الأول المحبة، والركن الثاني التعظيم. فبالمحبة يكون الطلب، وبالتعظيم يكون الهرب. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان.
ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان. فبالمحبة لله عز وجل يتقرب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، وبالتعظيم يهرب من معصيته ومن مخالفته. والعبادة تطلق على معنيين: على المعنى الأول على التعبد الذي هو فعل العابد، والمعنى الثاني على المتعبد به. أما الأول وهو إطلاق العبادة على التعبد الذي هو فعل العابد، فتعرف بأنها التذلل لله تعالى حباً وتعظيماً. وأما الإطلاق الثاني وهو إطلاقها على المتعبد به، فقد فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر التعبدات، والأعمال الباطنة كالإنابة إلى الله تعالى والخشوع والخضوع والتوكل عليه وتعظيمه سبحانه وتعالى. هذه العبادة من حققها كما جاءت به النصوص الشرعية فإنه يكون سعيداً في حياته وبعد مماته. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فعلينا أيها الإخوة أن ندرك هذا الأمر الذي خلقنا الله تعالى من أجله، وهو عبادته وتوحيده. هذه العبادة تقتضي أن الإنسان لا يتوكل على غير الله، أن يفوض أمره إلى الله عز وجل، وأفوض أمري إلى الله، لأن أزمة الأمور ومقادير الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. فاعبده وتوكل عليه، أي فوض أمرك إليه. والتوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب. فلا بد في التوكل من أمرين: الأمر الأول أن تفوض أمرك إلى الله، والأمر الثاني أن تفعل الأسباب. فمن اعتمد على السبب وحده ولم يتوكل على الله فقد طعن في كفاية الله عز وجل، ومن توكل على الله عز وجل ولم يفعل السبب فقد طعن في حكمة الله، لأن الله تعالى جعل لكل شيء سببا، فهو سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها وجعل لكل شيء سببا. فعلى المؤمن أن يفوض أمره إلى الله تعالى مع فعل الأسباب النافعة، وحينئذ يحصل له مطلوبه بإذن الله عز وجل. مما يتفرع على العبادة أيضا أن لا ترجو غير الله وألا تدعو غير الله عز وجل. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهو سبحانه وتعالى مجيب الدعوات ومغيث اللهفات وقاضي الحاجات، ومن سواه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملك لغيره نفعا أو ضرا. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ إلى الله أن يكون ممن يملك نفعا أو ضرا للناس. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وقال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. فالنفع والضر بيد الله عز وجل، وإذا كان النفع والضر بيده فعلينا أن نلجأ إليه
وأن نتوكل عليه، وأن نعلق قلوبنا ورجاءنا وخوفنا بالله عز وجل. هذه العبادة وهي التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق لا تكون مقبولة مرضية عنده سبحانه وتعالى إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله تعالى بأن يقصد بعبادته وجه الله تعالى والدار الآخرة. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل، فمن لم يخلص في عبادته فإن عبادته تكون حابطة وليست مقبولة. الشرط الثاني من شروط قبول العبادة المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الأسوة وهو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فعلينا أن نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم ونقتدي به، لأن العبادة كما سبق لا تكون مقبولة مرضية إلا بشرط الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا إذا اتصفت العبادة، أو إلا إذا جمعت العبادة أوصافاً ستة. فلا بد في كل عبادة حتى تتحقق المتابعة أن توافق الشرع في ستة أوصاف. الوصف الأول أن تكون موافقة للشرع في جنسها، وثانياً في قدرها، وثالثاً في كيفيتها، ورابعاً في سببها، وخامساً في زمانها، وسادساً في مكانها. كل عبادة لا تكون مقبولة مرضية إلا إذا وافقت الشرع في هذه الأمور الستة. أولاً أن تكون موافقة للشرع في جنسها، فمثلاً الأضحية والهدي إنما تكون من بهيمة الأنعام. فلو أن شخصاً ضحى بفرس أو أهدى في النسك فرساً فإنه لا يكون مقبولاً، لأنه لم يوافق الشرع في جنس العبادة. ثانياً أن تكون العبادة موافقة للشرع في عددها وقدرها. فلو صلى المغرب أربعاً أو ركعتين، أو صلى العشاء ثلاثاً، فإن هذه العبادة ليست مقبولة لمخالفتها للشرع في القدر. ثالثاً أن تكون موافقة للشرع في صفتها. فلو صلى وسجد قبل أن يركع، أو طاف بالبيت ولكنه يطوف منكساً، فإن هذه العبادة أيضاً لا تكون مقبولة لأنها لم توافق الشرع في صفتها وهيئتها. رابعاً أن تكون موافقة للشرع في سببها. فكل من اتخذ سبباً أو شرع سبباً لم يجعله الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم سبباً فإنه يكون مبتدعاً في دين الله عز وجل. فمثلاً ثبت في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي قالت: إن أول شيء يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين يدخل إلى بيته أنه يتسوك، فكان يبدأ دخول بيته بالسواك. لو أن شخصاً أراد أن يفعل ذلك عند دخول المسجد فكلما دخل المسجد يتسوك، فنقول هنا هل وافق الشرع في سبب العبادة؟ الجواب لا. السواك مشروع عند الطهارة، عند الوضوء وعند الصلاة.
أما أن يخص دخول المسجد بهذه العبادة ويتقرب إلى الله تعالى بالسواك فقد خالف الشرع في سببها. خامساً، أن تكون العبادة موافقة للشرع في زمانها، فلو صام رمضان قبل وقته في أيام الشتاء قال أرغب أن أصوم في أيام الشتاء لأنه أيسر لي، حينئذ تكون عبادته مخالفة للشرع في زمانها. أو أراد أن يحج قبل أشهر الحج فإنها أيضاً هذه العبادة تكون مخالفة للشرع في زمانها. السادس، أن تكون العبادة موافقة للشرع في مكانها، فلو اعتكف في غير المسجد فإنه لا يصح لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن لا بد من في تحقيق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون عبادته موافقة للشرع في هذه الأمور الستة، وهي أن تكون موافقة للشرع في جنسها وعددها الذي هو القدر، وصفتها وسببها وزمانها ومكانها. فإن لم يوافق الشرع في ذلك وتعبد لله أو تقرب إلى الله تعالى بعبادة خالفت الشرع إما في السبب أو الزمن أو الهيئة أو غيره، فإن هذه العبادة تكون بدعة، تكون بدعة مبتدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، فكان في خطبة الجمعة يقول إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وضابط البدعة، إذا قال قائل ما هي البدعة وما ضابطها، الجواب ضابط البدعة هو كل قول أو فعل أو اعتقاد تتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة. فكل قول تتقرب به إلى الله ولم يرد الشرع به فهو بدعة، وكل فعل تتقرب به إلى الله ولم يرد الشرع به فهو بدعة، وهكذا بالنسبة للاعتقاد. وقولنا تتقرب به إلى الله احترازاً مما لو فعل شيئاً لا يتقرب به إلى الله ولا يتخذه قربه فإن هذا لا يكون بدعة. ففرق بين من يفعل الشيء تقرباً إلى الله واعتقاداً أن هذا مما يقربه إلى الله، وبين من يفعله لا على أنه عبادة وإنما على سبيل العادة. إذن البدعة كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل وليس له أصل من الشرع فهو بدعة. والبدع لها مفاسد ومحاذير عظيمة كثيرة، منها أولاً أن المبتدع في دين الله قد تقدم بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ووجه التقدم أنه تقدم وشرع، وثانيا أنه جعل نفسه شريكا مع الله تعالى في التشريع، والتشريع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدلت الآية ما لم يأذن به الله على أنه لا بد في ما يشرع في الدين من إذن الله عز وجل. ثالثا أن من لازم بدعة المبتدع، فكل من ابتدع بدعة من لازم بدعته أن الشرع لم يكمل، فيكون حينئذ مكذبا لقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن المبتدع يقول الدين لم يكمل، بقي هذه البدعة، وحينئذ يكون ببدعته قد
يكون ببدعته قد خالف قول الله عز وجل، بل بدعته تتضمن تكذيب ما دل عليه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رابعا من مفاسد البدع، وهو أشدها وأعظمها، أن من لازم البدعة، كل من ابتدع بدعة فمن لازم بدعته إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام، إما أن يكون جاهلا أو كاتما للحق. كل من ابتدع بدعة من لازم بدعته أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك إما جاهلا وإما كاتما للحق. فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن هذه البدعة من الشرع، هذا المبتدع يقول هي من الشرع والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليست من الشرع، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالجهل. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه البدعة من الشرع، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان الحق، وقد قال الله تعالى عنه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. من لازم البدعة أيضا، من مفاسد البدع ولوازمها الفاسدة، أنها سبب لتفرق الناس وتشتتهم واختلافهم في دين الله، فهذا يبتدع بدعة وهذا يبتدع بدعة حتى يتفرق الناس، وحينئذ يكون ذلك مخالفا لقول الله عز وجل: ولا تنازعوا، ولقوله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. من مفاسد البدع أنه ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة، ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة. فكما أنه لا يجتمع إخلاص وشرك، كذلك أيضا لا يجتمع سنة وبدعة. فكما أن الإخلاص والشرك لا يجتمعان، إذن البدعة والسنة لا تجتمعان. فما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتأسى به في أقواله وأفعاله واعتقاداته وما فعل وما ترك، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأنت يا عبد الله، متى اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصت على التأسي به والاقتداء به، فإنك تستفيد فوائد عظيمة. أولاً، أنك تكون اتخذت إماماً، أنك تكون قد اتخذت إماماً تقتدي به وتتأسى به، لأنه هو الأسوة والقدوة. ثانياً، أنه يكون معك حجة أمام الله عز وجل يوم القيامة، لأنك يوم القيامة لن تسأل عما قال فلان أو فلان أو فلان، لن تسأل عما قال الإمام أبي حنيفة أو الإمام الشافعي أو مالك أو الإمام أحمد رحمهم الله، وإنما ستسأل عما جاءت به الرسل. قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فلو قلت أنا أفعل كذا لأن الإمام فلان قال بجوازه أو باستحبابه، فكيف تجيب الله عز وجل حينما يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ يقول: أرسلت إليك الرسل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وأنت تعارض قول الرسول بقول فلان أو فلان. إذن من ثمرات وفوائد اتباع السنة أن الإنسان يكون معه حجة أمام الله عز وجل. ثالثاً، من فوائد اتباع السنة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتمكن من إقناع غيره،
من إقناع غيره. فكل من احتج عليك في تعبدك لله عز وجل وقال ما دليلك أو أين دليلك، فتقول دليلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو قال ذلك أو أمر بذلك، وحينئذ تتمكن من إقناع غيرك. رابعاً من ثمرات وفوائد اتباع السنة أن الإنسان يكون في سيره إلى الله عز وجل وسطاً بين الغالي في دينه والجافي عنه. فمن الناس من غلا في دين الله ومنهم من جفى في دين الله، والمتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون في سيره وسطاً في وصوله إلى الله عز وجل وفي الطريق الموصل إلى جنته وإلى دار كرامته. ثم قال عز وجل في الآية الكريمة لما أمر بعبادته قال ولا تشركوا به شيئا. لما أمر بالعبادة بعبادة الله وهي توحيده سبحانه وتعالى نهى عن ضد ذلك وهو الشرك. لما أمر بتوحيده نهى عن ضده، والتوحيد الذي أمر الله تعالى به وجاءت به النصوص الشرعية هو ثلاثة أنواع. النوع الأول توحيد الألوهية، والثاني توحيد الربوبية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية أن تعتقد اعتقاداً جازماً أنه لا أحد يستحق العبودية إلا الله، لا أحد يستحق أن يعبد وأن يخضع له وأن يذل له سوى الله عز وجل. فجميع الخلق من الأنبياء والأصفياء والأولياء كلهم لا يستحقون شيئا من عبادة، هم بشر مخلوقون مربوبون لله عز وجل. فعلق قلبك ورجاءك بالله تعالى. الثاني توحيد الربوبية، وهو أن تعتقد اعتقاداً جازماً أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر. فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله عز وجل. الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن تثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وخطابه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو التوحيد بأنواعه الثلاثة. ولما أمر الله تعالى بالتوحيد نهى عن ضده فقال ولا تشركوا بالله شيئا. والشرك هو تسوية غير الله بالله فيما لا يستحقه إلا الله، أو فيما يجب لله. تسوية غير الله بالله فيما لا يستحقه إلا الله عز وجل. والشرك نوعان، شرك أكبر وهو أن يصرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله، كأن يذبح لغير الله، يذبح للولي فلان أو ينذر للولي فلان أو يسجد عند قبره معتقداً أنه يستحق ذلك. كل هذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. إذن تسوية غير الله بالله بأن تذبح له هذا الولي أو هذا النبي أو تنذر له أو تتوكل عليه أو تدعوه من دون الله المدد أو تقول الله أسألك أن ترزقني مالا، أسألك أن ترزقني ذرية كما يفعله بعض الجهال. تأتي المرأة إلى من يزعمون أنه من الأولياء فتقف عند قبره وتسأله أرزقني مالا، أرزقني ذرية، أرزقني كذا وكذا. وهذا والعياذ بالله جهل عظيم. لأن الواجب أن تسأل الله عز وجل. هل بينك وبين الله حجاب؟ الله تعالى يقول أدعوني أستجب لكم.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كذلك أيضا من يأتي إلى القبر ويذبح عند صاحب القبر تقربا إلى الله، هذا من الشرك المخرج عن الملة. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا هو الشرك الأكبر. إذن كل من صرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك شركاً أكبر. والشرك الأكبر له أربع خصائص: أولاً أنه مخرج من الملة. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثانياً أنه لا يغفر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وثالثاً أن صاحبه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. رابعاً أنه محبط لجميع الأعمال، فكل ما يعمل الإنسان من أعمال مع الشرك الأكبر تكون حابطة. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا هو الشرك الأكبر. النوع الثاني من أنواع الشرك الشرك الأصغر. والشرك الأصغر هو كل ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة. فكل ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك لكنه لا يخرج من الملة فهو شرك أصغر. وقيل إن الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. من أمثلة الشرك الأصغر التي يتداولها بعض الناس هداهم الله على ألسنتهم الحلف بغير الله. الحلف بغير الله بأن يحلف بالنبي: والنبي لا أفعلن كذا، والنبي لا أفعل كذا، وحياتي وحياتك وحياتك لتفعل وحياتي لتفعل. يقول هذا من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز الحلف به. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله، لم يقل من كان حالفا فليحلف بالله أو ليحلف بي، بل قال: من كان حالفا فليحلف بالله. وقال: من حلف بغير الله، وغير الله يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. إذن لا تحلف إلا بالله. وهذا أيضا من حفظ اليمين، فإن الله عز وجل أمر بحفظ اليمين فقال: واحفظوا أيمانكم. إذن على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل وألا يحلف بغير الله. فعليكم أيها الإخوة أن تنتبهوا وأن تنبهوا، أن تنتبهوا وأن تنبهوا. من رأيته يحلف بغير الله، بالنبي أو بحياته أو بحياته هو أو بحياة غيره، فانصح وقل: الحلف بغير الله شرك ولا يجوز، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. من أمثلة أيضا الشرك الأصغر يسير الرياء. يسير الرياء، فإن يسير الرياء من الشرك الأصغر. والرياء هو أن يفعل العبادة ليري الناس ويثنوا عليه، فيصلي لأجل أن يثنى عليه ويمدح، يتصدق لأجل أن يثنى عليه ويمدح، وهكذا. وهذا من الشرك.
ولهذا قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فعلى المرء أن يخلص عبادته لله لتكون مقبولة. ولكن ما حكم العبادة التي شابها وخالطها الرياء؟ هل هي مقبولة أو ليست مقبولة؟ الجواب: العبادة إذا اقترن بها الرياء وخالطها الرياء فلا تخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يكون الباعث على العبادة هو الرياء، بأن قام يصلي رياء، أو تصدق رياء، أو صام رياء، فالعبادة حابطة ولا تقبل، باطلة ولا أجر فيها ولا ثواب، لأنه أشرك مع الله غيره. الحال الثانية أن يكون الباعث على العبادة قصد الله تعالى، قصد وجه الله والدار الآخرة، ولكن في أثناء عبادته طرأ الرياء. مثاله: قام يصلي وفي أثناء صلاته أحس بداخل فصار يرائي، فحينئذ إن دافع هذا الرياء وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأخلص فهذا لا يضره إن شاء الله. وأما إذا استرسل مع هذا الرياء، بمعنى أنه لما أحس بداخل أو إنسان قادم صار يرائي، فحينئذ إن كانت هذه العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، بحيث أنه لا يصح آخرها مع فساد أولها، فالعبادة فاسدة وباطلة. وإن كانت العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، فما سبق الرياء صحيح، وما كان بعد الرياء فإنه فاسد مردود. مثال ذلك: إنسان شرع يصلي لله وفي أثناء صلاته أحس بشخص قد دخل فطرأ الرياء عليه، ولكنه دافع الرياء وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حينئذ نقول عبادته صحيحة. أما لو استرسل مع الرياء واستمر معه فصلاته باطلة ولا تصح، حتى ما قبل الرياء لا يصح، لأنه لا يمكن أن يصح أول الصلاة ويفسد آخرها. الصلاة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها. ومثل ذلك الوضوء. أما إذا كانت العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، فما سبق الرياء صحيح مقبول، وما كان بعد الرياء ففاسد مردود. مثاله: شخص أو رجل معه درهمان، فتصدق بالدرهم الأول مخلصا لله، فلما أثني عليه تصدق بالثاني رياء، فالدرهم الأول مقبول والدرهم الثاني فاسد مردود. وهنا الصدقة لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها كالصلاة. الحال الثالثة من أحوال الرياء أن يكون الرياء في أوصاف العبادة لا في أصلها، أن يرائي في أوصاف العبادة لا في أصلها. فمثلا هو قام لله عز وجل يصلي، ولما أحس بشخص دخل صار يفعل سننا لم يكن يفعلها من قبل، وضع يده اليمنى على اليسرى وصار يرفع يديه وصار يفعل بعض السنن التي لم يفعلها قبل دخول هذا الداخل، فنقول هذه الأوصاف التي رأى فيها لا ثواب فيها. أصل الصلاة صحيح لأنه قام لله، لكن هذه الأوصاف أوصاف
دخلها الرياء وشابه الرياء فتكون فاسدة فلا ثواب فيها. الحال الرابعة أن يكون الرياء بعد الفراغ من العبادة، أن يكون الرياء بعد الفراغ من العبادة. فالعبادة صحيحة لأنها وقعت موقعها، ولكن قد يكون الرياء سبباً لذهاب الأجر والثواب وحبوط الأجر والثواب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فإنسان مثلا تصدق بصدقة على شخص أو أخرج زكاته لشخص، ثم بعد أن أعطاه إياه أعطاه الزكاة صار يمن عليك: أعطيتك، فعلت كذا وفعلت كذا. فنقول هذا المن، هذا المن من هذا الشخص يحبط أجره وثوابه، وإن كانت العبادة من حيث الأصل صحيحة مقبولة. فهذه أحوال الرياء بالنسبة إلى العبادة إذا خلطها أو أنشأ العبادة من أجل الرياء. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على إخلاصنا لله تعالى في عباداتنا، وأن نحرص أيضا على المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كما سبق هو الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم هو أن تفعل كما فعل لأنه فعل، أن تفعل كما فعل لأنه فعل. ومعنى قولنا لأنه فعل أي أن تستحضر أنه فعل. ولذلك ينبغي لنا عند فعل أي عبادة من العبادات، عندما نفعل عبادة من العبادات، أن نستحضر أموراً. أولاً أن الله تعالى أمرنا بها، وثانياً أن نخلص لله تعالى فيها، وثالثاً أن نحرص على المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فيها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا يفعل هذه العبادة. إذن كل عبادة ينبغي لنا عند فعلها أن نستحضر هذه الأمور الثلاثة. فمثلاً قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا أردت أن تتوضأ استحضر أولاً أن الله أمرك، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ثانياً تستحضر كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك يتوضأ، حتى تحقق ماذا؟ تحقق المتابعة. وقبل ذلك أيضاً تستحضر الإخلاص لله. إذن تستحضر أن الله أمرك بها، ثانياً تخلص لله، ثالثاً تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما تفعل ذلك ستؤثر العبادة عليك، ستؤثر العبادة عليك في عقيدتك، في عبادتك، في أخلاقك، في تعاملك، في سلوكك. بعض الناس يشتكي أنه أو أن العبادة من الصلاة أو الصيام أو غيره لا تؤثر في قلبه، لا يجد لها تأثيراً في قلبه، فلا يجد مثلاً زيادة في الإيمان وحضوراً وخشوعاً في قلبه. لماذا؟ هل هذا لخلل في الصلاة؟ كلا، قد قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن ما هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ نقول هي التي وافقت الشرع، الصلاة الموافقة للشرع، بأن أتى بها الإنسان بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، حينئذ تؤثر العبادة فيه. أما إذا أتى بالعبادة صورة فقط
ولكنه لم يحرص على أن يأتي بها على وفق الشرع، أخل بشيء من واجباتها، أخل بشيء من أركانها، أخل بشيء من شروطها، فإن هذه الصلاة لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر. ولذلك تجد بعض الناس هداهم الله يصلي وعند خروجه من المسجد ربما سرق إخوانه المسلمين، يسرق عند الباب، يخرج من المسجد فيغش ويخدع، يخرج من المسجد فيسب عند باب المسجد، يسب شخصا أو يلعنه أو يتكلم في عرضه. هذا الشخص هل نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر. لماذا؟ نقول لأنه لم يأتي بالصلاة على وجهها، لم يأتي بها على وفق الشريعة، لم يخشع فيها. الخشوع في الصلاة وحضور القلب في الصلاة هو الذي يؤثر في قلبك بزيادة الإيمان والصلاح والاستقامة، وتجد أثراً لهذه الصلاة في عقيدتك، في عبادتك، في تعاملك، في سلوكك. فعلى المرء أن يحرص على حضور قلبه وخشوعه في الصلاة. ولكن ما هي الأسباب التي تعين الإنسان على خشوعه وحضور قلبه في الصلاة؟ الجواب: الأسباب المعينة على الخشوع منها أسباب سابقة على الصلاة ومنها أسباب مقارنة للصلاة. فأما الأسباب السابقة للصلاة فمنها أن يحرص على الحضور مبكراً إلى المسجد، لأنه إذا حضر مبكراً إلى المسجد وصلى ما قدر الله له من الصلاة تكون هذه الصلاة توطئةً وتمهيداً للفريضة، بخلاف الذي يأتي على عجل ويأتي مستعجلاً ربما لا يخشع في صلاته. أما الأسباب المقارنة للصلاة فمن أعظمها أن يستحضر عظمة من يقف بين يديه. أنت حينما تقول الله أكبر تقف بين يدي الله، ملك الملوك، الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم ما توسوس به نفسك، وهو أقرب إليك من حبل الوريد. فعليك أن تحرص على التأدب مع الله بأن تخشع وتخضع لرب العالمين. إذن استحضر وقوفك بين يدي الله. الواحد منا لو وقف بين يدي عظيم من عظماء الدنيا، لو وقف بين يدي ملك أو رئيس أو وزير تجد منه خشوعا وخضوعا، فكيف برب العالمين عز وجل؟ ثانيا من أسباب الخشوع استحضار ما يقوله في صلاته، وأن يحرص على تفهمه، أن يحرص على تفهمه فيستحضر ما يقوله. فمثلا إذا كبر الله أكبر يستحضر هذا التكبير أنه تعظيم لله عز وجل وأنه دخول في عبادة. إذا قرأ الفاتحة يستحضر معاني الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، ما معنى الحمد؟ ما معنى الرحمن الرحيم؟ ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ هذا أيضاً مما يعينه على الخشوع، أن يتدبر ما يقوله في صلاته من القرآن ومن غيره. ثالثاً من أسباب الخشوع الطمأنينة، أن يحرص على الطمأنينة في صلاته، وذلك بأن يصلي صلاةً يطمئن فيها، لا يعجل وينقرها نقراً، لأنه لا يمكن لأحد أن يخشع مع أنه يعجل في صلاته وينقرها نقراً. فالطمأنينة من أعظم أسباب الخشوع وحضور القلب. رابعاً من أسباب الخشوع أن يكون المكان الذي يصلي فيه مما يعين على الخشوع، فلا يصلي مثلاً في مكان وأمامه أناس يتحدثون أو يضحكون أو صبيان يلعبون
أو أمامه يعني ما يشغله وما يلهيه، لأنه سينشغل بهذه الأمور عن صلاته. فإذا صلى مثلا وأمامه أناس يتحدثون، ربما تكلموا بكلام ينصت لهم ويغفل عن صلاته. فاحرص أن يكون المكان الذي تصلي فيه مما يعينك على الخشوع، بحيث لا يكون فيه ضوضاء أو كلام أو إزعاج. خامسا، مما يعين المرء على الخشوع في صلاته أن يستحضر النصوص الشرعية التي فيها الثناء على الخاشعين في صلاتهم، وأن يتأمل ويتدبر في ثمرات الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن من صفات عباد الله المؤمنين التي رتب الله تعالى عليها دخول الجنات هو الخشوع وحضور القلب في الصلاة. فعلى المرء أن يحرص على هذا الأمر وهو الخشوع. واعلم أنك لن تخشع في صلاتك خشوعاً كاملاً. يعني من يعاني من عدم الخشوع إذا أراد أن يخشع يجاهد نفسه، سيجد أنه مثلاً في صلاة الفجر خشع بنسبة 40%، في الظهر يجاهد نفسه زيادة يجد أنه خشع بقدر 60%، العصر كذلك، المغرب كذلك، حتى يكون في صلاته خاشعاً خاضعاً لله عز وجل. وحينئذ تثمر هذه العبادة ثمراتها، ويشعر بلذتها وبفرحها، ويشعر بلذتها وبالأنس والسرور، لأنه تعبد لله تعالى وخضع له وذل لرب العالمين عز وجل. فالذل لله والتعبد لله هو أعظم وصف للعبد، أعظم وصف توصف به أن تكون عبدا لله عز وجل. ولذلك تجد أن الله عز وجل يصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أعلى المقامات وأشرف المقامات. ففي مقام إنزال القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. في مقام الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل سبحان الذي أسرى بمحمد بل قال بعبده. وقال في مقام الدفاع عنه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. إذن وصف العبودية هو أعظم وصف يوصف به الإنسان. حتى قال الشاعر يخاطب شخصا يقول، يعني يقصد معشوقته، يقول: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. فوصف العبودية هو أعظم وصف يوصف به العبد، أن يكون عبدا لله عز وجل. ولذلك في الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة يقدم وصف العبودية على وصف الرسالة. فأنت تقول: أشهد أن محمداً رسوله وعبده، أو عبده ورسوله، عبده ورسوله. لماذا يقدم وصف العبودية؟ نقول لأمرين. الأمر الأول أن وصف العبودية سابق على وصف الرسالة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولاً كان عبداً. وثانياً أنه بتحقيق وصف العبودية الكاملة اصطفاه الله عز وجل وجعله من المرسلين. والله تعالى يصطفي من عباده ومن خلقه ما شاء. وهذه العبودية التي حققها الرسول صلى الله عليه وسلم عبودية خاصة، هي عبودية الرسل التي لا عبودية فوقها. لأن العبودية أيها الإخوة، العبودية ثلاثة أنواع: عبودية عامة، وعبودية خاصة،
وعبودية أخص. فالعبودية العامة هي عبودية القدر والكون، العبودية القدرية الكونية، وهذه تشمل جميع الخلق من مسلم وكافر وبر وفاجر. فجميع الخلق عباد لله شاءوا أم أبوا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والدواب وكثير من الناس. فمعنى يسجد أي يخضع ويذل. فكل الخلق خاضعون ذليلون لله عز وجل كونا وقدرا. النوع الثاني من العبودية العبودية الشرعية، وهي لمن خضع لله وذل لشرعه. ومن أمثلتها: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. عباد الرحمن المراد بهم الذين تذللوا لله شرعا بأن عبدوا الله عز وجل وأخلصوا له وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. الثالث من العبودية العبودية الخاصة، وهي عبودية الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والرسول صلى الله عليه وسلم حقق العبودية، حقق أعلى أنواع العبودية، مع أنه عبد غفر الله له تعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه قام على قدميه حتى تفطر. كان يقوم من الليل عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدماه، تتشقق من كثرة الوقوف. فلما قيل له في ذلك: يعني كيف تقوم الليل كله وأنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتعبد لله تعالى هذا التعبد ويخضع له هذا الخضوع، فنحن الذين نذنب ونسرف على أنفسنا بالمعاصي والذنوب من باب أولى. فذنوبنا كثيرة، ولكن مغفرة الله وعفوه ورحمته هي أوسع من ذنوبنا. والشأن كل الشأن أن الإنسان إذا اقترف ذنبا أو معصية رجع إلى الله تعالى وأناب. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. بل جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. فالذنب والمخالفة والمعصية مما جبل عليه البشر، ولكن ليس معنى هذا أن يتمادى الإنسان في معصيته، بل إذا أزه الشيطان وخالف الرحمن فعليه أن ينيب إلى الله تعالى وأن يتوب إليه ويرجع إليه. فالتوبة واجبة على الفور، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر وأن يسوف. فتجد بعض الشباب يقول يفعل المعاصي ويقول: إذا كبرت، إذا بلغت 40 سنة أتوب إلى الله وأنيب إليه وأتفرغ للعمل الصالح.